الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التوكل، ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. إخواننا أحبابنا أهلنا في هذا المسجد، تمر علينا الأعوام العديدة والأشهر الجديدة والأيام المديدة، والمسلم العاقل عليه أن يتنبه أن الأيام تمضي عليه إلى غير رجعة، وكل يوم يعيشه لن يأتي عليه إلى يوم القيامة. عليه أن يستزيد من العمل الصالح. المسلم العاقل إذا هبت له رياح خير عليه أن يغتنمها. ورحم الله الشاعر لما قال: إذا هبت رياح فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون. إخواني، إذا هبت رياح فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون. ولا تقعد على الإحسان يوما، ولا تقعد عن الإحسان يوما، فما تدري السكون متى يكون. المسلم العاقل يستزيد من كل عمل صالح. ربكم عز وجل قال: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. كان نبيكم يقول: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الكيس العاقل الفهمان. إخواني، ماذا شأنه؟ قال: من دان نفسه، أي حاسبها. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها. كل الأعمال الموبقة يفعلها. قال: وبعد ذلك وتمنى على الله الأماني. إيه، الله كريم والله رحيم، النبي رح يشفع عنا وكذا، ويوهم نفسه أيها الإخوة بدخول الجنة بغير عمل. ورحم الله الحسن البصري، قال: والله طلب الجنة من غير عمل ذنب من الذنوب. يقول الحسن البصري رحمه الله: طلب الجنة من غير عمل ذنب من الذنوب أيها الإخوة. لذلك المسلم عليه أن يتفكر وأن يكون فطينا لبيبا. رحم الله الشاعر أيضا لما قال: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا إليها فلما علموا أنها ليست لحي سكن، جعلوها لجة أي سفينة، واتخذوا صالح الأعمال فيها سكنا. أيها الإخوة والأحبة، نبيكم عليه الصلاة والسلام يقول في معنى الحديث الصحيح، كل ما أحدثك الآن به صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم؟ هي أفضل عند الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة. قال: أرفع، هي أرفع لدرجاتكم، وهي أفضل عند الله من إنفاقكم الذهب والورق. شو يعني الورق؟ يعني الفضة. وهي أفضل عند الله، عند الله اسمع معي، من أن تلقوا عدوكم فيقطعوا أعناقكم، أفضل من الشهادة في سبيل الله. الله أكبر، ما هي يا رسول الله؟ قال: هي ذكر الله. قولوا لا إله إلا الله، عمروا بها قلوبكم، لا إله إلا الله. اعلموا أيها الإخوة والأحبة أن أعمالا يضاعف لها الأجر عند الله. إن كان المسلم لبيبا يبحث أيها الإخوة كما هو الأدفوكات، هذا المحامي يعني الذكي، إخواني، يكسب قضيته وكيف يكسب أموره، وكما هو التاجر أيضا الفهيم كيف يكسب المال، المسلم أيضا يعرف كيف يكسب الحسنات، لأن الله عنده أجور مضاعفة. وعلى ذلك صح الحديث عن رسول الله في مسلم وفي أحمد رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة وتمحى عنه 1000 سيئة؟ قال: يا رسول الله كيف؟ والله صعب هذا الأمر يعني.
قال يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة تكتب له 1000 حسنة وتمحى عنه 1000 سيئة. الله 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 الله. 1000 حسنة 1000 حسنة يا إخواني وتمحى عنك 1000 سيئة. وربي كما أذكر دائما، الحسنة الواحدة لها شأن عند الله، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. حتى قال النبي لأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه: يا أبا ذر، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ مستحيل واحد منكم الآن لا يعرف ما هذا الكنز، مستحيل. ها اللي هلا بدك، عم بسأل مشان تستدرك العقل تبعك، إذا بعدك ما تعرف شو هو الكنز هذا، معناته أمورك ينبغي أن تنقب وتبحث في حديث رسول الله ما هو كنز من كنوز الجنة. ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، تدفع 70 بابا من أبواب البلاء إلا الموت، لا ينقلني من الشقاء إلى السعادة إلا أنت يا الله، لا ينقلني من الهم والغم إلى الخير والسعة إلا أنت يا الله، لا ينقلني من الضلالة إلى الهداية إلا أنت يا الله، لا ينقلني من الفقر إلى الغنى إلا أنت يا الله. وكذا قس عليها قس عليها، لا ينقلني من هذه الأذية من شيء قريب منك شايف معي إلا أنت يا الله، لا يخلصني من كرب عظيم إلا أنت يا الله. سبب هذا الكلام مرة مشان هذه الكلمة، رجل هذا الأشجعي، هذا رجل قال لما ذهب ولده وكان أسيرا عند الروم وأتى النبي يا رسول الله وحيدنا قد أصبح أسيرا، قال له: ماذا أفعل لك؟ أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. فأكثر منها، والله بعد أيام وإذا بالولد يدق الباب ومعه أيها الإخوة شلية من غنم، الله أكبر، كلها قد أتى بها. كيف كان؟ قال: والله يا والدي سكروا وخبروا، ما رأيت إلا الباب فتح ورأيت عندهم غنم، سقته معي وجئت إليكم. الله أكبر الله أكبر، قولوا لا إله إلا الله. الله أكبر، شوفوا ما أجمل لما نفقه ديننا أيها الإخوة. لما تقول حضرتك عندما تذهب إلى الليدل، ولما تذهب إلى الأكشن، ولما تذهب إلى الأسواق، ولما تدخلوا على الدكان هنا والمؤذن الله يبارك لنا فيكم قد أذن والناس عم تصلي وأنتم في بعض الناس يلا 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 عم يتكلموا، أخواني نحن في المسجد، آداب المسجد، عندما أذن المؤذن حتى محمود بده يسكت، لو شفته عم يتكلم لمحمود تجي لعنده تقول له: شيخ أذن، عليك أن تصمت الآن، ونحن الآن نصلي وصمت الناس في آذاننا. خطأ يا أخواني حبايبي، أنتم أنا أقبلكم نصب أعينكم، هذا المسجد له آداب، عندما تدخل عليك أن تتأدب وتعلم أنه ليس كأي بيت، تدخل برجلك اليمين وتقول: بسم الله، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. عندما تخرج تخرج باليسرى وتصلي بعد بسم الله أيضا على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لنا أبواب فضلك. أيها الإخوة والأحبة، حتى في الدكان يعني هذه تبع المسجد، عندما تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك لك، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ماذا تتصور أن لك الآن من الأجر بها؟ شو تتصور؟ 1000000 حسنة، ولم يقل النبي يومها 1000000، حتى أذكر هذا الحديث بالكتاب الذي هذا جامع العلوم والحكم موجود، هذا الحديث 1000000 حسنة أيها الإخوة، قال النبي فله 1000 1000 حسنة، باللغة العربية ما في 1000000، باللغة العربية ما في 1000000، فقال النبي إلك 1000000 حسنة. لما تدخل على الليدر الناس كلها عم تدور على البطاطا وعلى الطماطم وعلى الحقائب وعلى البضاعة الدنيا، وأنت تركت هؤلاء كلهم وتذكرت رب هذا المحل ورب الدنيا كلها الله، قولوا لا إله إلا الله، وقلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. 1000 1000 حسنة عندما تدخل السوق، من دخل السوق وقال هذه الكلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عندما تنتهي حضرتك من صلاتك، كم منا يغفل؟ خلاص أعطى الشيخ موعظة، خلاص اكتفينا يا أخي، ملأنا الحمد لله الحقيبة بالحسنات. الله أكبر، لا والله ما يكفي،
لا والله ما يكفي، بعد صلاة العصر وبعد صلاة الظهر وبعد صلاة الفجر وبعد كل الصلوات عليك أن تقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، وتمامها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين المطمئنين المبشرين برضوان الله والجنة. تكملها لا إله إلا الله، ماذا له أخي أبو بكر؟ غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. الله الله أكبر، غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. الحسنات تضاعف عندما تكون حضرتك في الكعبة المشرفة، عندما تصلي ركعتين، هذول ركعتين بكم؟ بمئة ألف ركعة. كل ما تصلي ركعتين يعني بمئتين ألف ركعة. حسبها بعض الصالحين فقال تعادل إخواني صلاة شي 46 سنة. فعندما تصلي حضرتك 10 ركعات في حرم ربي عز وجل هناك، 10 ركعات عم نحسبها آلي حاسب اليوم، أنا ما بعرف ليش حابب أحسب، كنت بالسوق اليوم شغال الآلي حاسب تبعي. إذا ركعتين بمئتين ألف ركعة، إيه نعم، 4 ركعات 400 ألف، هكذا 10 ركعات بمليون ركعة، بمليون ركعة. الله أكبر، شو عم يخترع هذا اليوم الفقيه أو الشيخ كما تقولون أنتم، عم يخترع؟ لا والله ما اخترع، لا والله، صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا بكم صلاة؟ الله، من قال؟ من قال ألف لك؟ عم إبراهيم، الله يخلينا حاج إبراهيم. 1000 ركعة يا أخواني، الصلاة بمسجد رسول الله ب1000 ركعة، إيه نعم، بالمدينة المنورة، إلا المسجد الحرام، المسجد الحرام شيخنا ب100 ألف ركعة. يا الله يا الله، والله العظيم عم يقشعر بدني من جمال هذا الكلام، إيه والله والله يقشعر جلدي. لما تصلي 10 ركعات كأنك مصلي 1000000 ركعة. الله أكبر، بصحيح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا ب1000 صلاة، إلا المسجد الحرام ب100 ألف صلاة، يعني كل ركعتين إخواني ب200 ألف، 4 إخواني 4 ركعات ب400 ألف، وهكذا وهكذا. إلا المسجد الأقصى بكم ركعة؟ 50. الله يبارك فيكم، هلأ صار شغلتوني الأهل الحاسد معكم. المسجد الحرام كمان مقدس، اللهم رده لأهله للمسلمين يا رب العالمين. بارك الله بكم. بين قوسين أشكر هذه الوجوه، أشكر هذا المسجد الذي حقيقة عندما تنخاه إلى الخير تجد منه خير. أنا أحب جامع النور، والله العظيم أحبه وأحب أهله وأحبكم جميعا في الله إن شاء الله. بارح كان في يعني شيء طيب للجمع لإخوانكم في فلسطين، عن جد سر خاطري. أيها الإخوة، مسجد النبي ب1000 صلاة، ثم في مسجد قباء، إذا رحت لهنيك يا سعيد، مسجد قباء بس تروح تصلي ركعتين هناك، صح الحديث عن رسول الله قريب من مسجد النبي، كأنك تفعل عمرة لله، كأنك تفعل عمرة لله يا أخواني، عمل بسيط. أيها الإخوة، الحديث لا أريد أن أطيل فيه، أنا أعتقد أنه الأفكار عم تصل لنا، لازم نستغل أوقاتنا وساعاتنا في مرضاة ربنا. كلكم يعلم حديث ذكره شيخي شيخ محمد بارك الله به، أمير المؤمنين عندنا هنا في المسجد بارك الله به. إخواني بارك الله بكم، صلاة العشاء في جماعة شو لك فيها؟ قيام نصف الليل. إذا صليت يا عبد القادر، هذا دائما ما يحب أن يتركها أخي عبد القادر، صلاة الفجر في جماعة كأنك قمت الليل كله، إذا جلست حتى الضحى. وأنا أقول لك الآن فائدة وخذها فتوى إن شاء الله، لو أنك لست في المسجد، أخذتها عن كبار علماء الشام، إذا المساجد تغلق عندنا وتريد أنت أن تأخذ هذا الأجر، لو مضيت إلى بيتك وجلست حتى صلاة الضحى ثم صليت ركعتين لله، كان لك أجر كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. الله أكبر. إذا واحد صلى الفجر في جماعة ثم مضى إلى بيته، إذا كان له صح له كان في المسجد معلش أفضل، لكن حتى إذا بيتك جائز، فمضيت إلى بيتك وجلست تذكر الله، فتحت المصحف ثم رأيت شروق الشمس وبعده بثلث ساعة، ثلث ساعة ربع ساعة تقريبا حتى ترتفع الشمس
انعم قدر ربح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صليت الضحى ركعتين وكنت قد أديت زكاة جسدك كله في 360 مفصل بهدلون ركعتين، ولا عليك بدك تأتي ب 360 صدقة إن لم تصلي الضحى ركعتين. قال صلى الله عليه وسلم كان له كأجر حجة وعمرة تامة. آخر واحدة يا إخواني، ولعلي أرجع لهذا الموضوع الذي تخطر على قلبي اليوم، صلاة الجمعة. يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم أتى دنا إلى المسجد، إذا كان ماشي معلش، وإذا كان راكب كمان رخص العلماء إن شاء الله، لأنه في بيوت بعيدة، شايف معي في الحديث مشى إلى المسجد، لكن أقول لو بالسيارة لو بالفتس، ثم بعد ذلك ماذا حصل؟ دنا من الإمام واستمع ولم يلغو ولم يتكلم بلغو، قال كان له بكل خطوة كأجر سنة صيام وقيام. الله أكبر. شو رأيكم بهذا الحديث؟ صحيح، كلها أحاديث صحيحة عن رسول الله. من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم مشى إلى المسجد ثم دنا من الإمام ولم يلغو، شايف معي، كان له بكل خطوة كأجر سنة صيام وقيام. كل خطوة، شوف بيتك معناته كم بعيد، كل خطوة كأجر صلاة سنة صيام وقيام. بارك الله بوجوهكم. الله يرضى عليك. غسل واغتسل، كثير من الناس لا يعرفون معنى غسل واغتسل. غسل واغتسل أنه تطهر، الغسل الجنابة، غسل الجنابة، شايف معي، مو فقط الوضوء يعني بهذا الموضوع، غسل الجنابة كامل، غسل واغتسل، الغسل كامل، تغتسل من أجل صلاة الجمعة وتأتي بأفضل ثيابك فأنت تقابل الملك. بارك الله بكم، بارك الله بوجوهكم، حياكم وبياكم وجعل الجنة مأواكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.